هادي راه فيها واحد الثمن خيالي. هادي الاخوان عرفت شنو هو تيليفون كن ليش نذكرو بشركه تيليفون كن راه الالمان اخويا ماشي فهمتي الالمان انت اخويا باش تسمع هاد البارتيه هادي كاين اللي غادي يقول لك راه بلاستيك انت اخويا الزاج بالنسبه للاكسسوار اخوان بمناسبه شهر رمضان كاين هادشي هذا اللي غندوزوه. وكاين بالنسبه للاكسسوار اخويا حسن هنايا انت راه غادي نرجعوا لتما. بالنسبه للاكسسوار كاين هذه ديال الشاومي هذه الصبوره معروفه هذه راه كيبقى الثمن ديالها 199 درهم واحد الثمن خيالي. بالنسبه عاوتاني الميزان راه غادي نرجع للسوق وغادي ندير لي فيديو خاص ميزان ديال الشاومي الاخوان فيه واحد الثمن خيالي 120 درهم راه كاين هذا الميزان كيتباع ب 300 درهم 120 درهم راه عندنا واحد الكونتيتي قليله بزاف. بالنسبه للكاميرات راه كاينين كل واحد وثمنها. بالنسبه للبونداكسيات ديال الشاومي راه كاينين انت اخويا حسن البيفان صد الله انت الباف ديال الشاومي هذا راه كاين وكاين ميتي فيستيك كاين البوكس كل حاجه والثمن ديالها والباف هو هذا الكبير وكاين هادو البوتس 3 برو. المهم الاخوان راه حاولنا نجيبوا كل شيء ولكن راه صعيب في الاول تجيب كل شيء شويه بشويه. كاين الفرفارات راه قريبه الوقت ديالهم عاود ثاني هادو اوريجينال ديال الشركه ديال الشاومي كل واحد وثمنها. كاين هذه كدير 700 كاين هذه كدير 900 راه خويا هنايا كاين هذا الميكسور هذا الاخوان هو هذا انت كتبدل الميكسور انت كتبدل ليه شوف اخويا الصوبه وداك الشيء طحن مارت ديال الكفته ولا هادشي راه فهمتي انا اخويا حدنا هادشي ديال رمضان ما كندخلوش للكوزينه انت اخويا ديال رمضان هادشي كاين كل حاجه والثمن ديالها الاخوان. كاينه هذه راه فيها واحد الثمن خيالي هذه الاخوان عرفت شنو هو تيليفون كن ليش نذكرو بشركه تيليفون كن راه الالمان اخويا ماشي فهمتي الالمان انت اخويا باش تسمع هاد البارتيه هادي كاين اللي غادي يقول لك راه بلاستيك انت اخويا الزاج اوريجينال اخوان شوف هاد الماكينه ديالها هي هادي راه كنعطيك ترى خمسه انت واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه هي هادي اخويا يعني كنجيبو 600 واط ودوريجين هادي تحطها في الكوزينه كاين واحد البارتي تلاحوهم دابا في السوق داكشي كبير داكشي تدخل الكوزينه عندك قال لك كارونتي عام كلشي كارونتي اخويا كلشي شوف اي حاجه عطينا لك كارونتي. هادي الاخوان راه الزاج راه قليله كدير 600 درهم في السوق حنا راه غادي ندير واحد الثمن خيالي 299 درهم 200 شوف غير اللي ما بغاش رمضان هذا نتعاون مع الدروش عاوتاني 299 تاخذ العصاره اوريجينال. كاين هادو كاينه هادي ديال الليمون الناس اللي ما كيبغوش يشدوا الصف عند مول الليمون عاوتاني الزنقه والقراعيه هكا خويا خذ الليمون سير لدارك وعصر ارخص شوف دوريجين اوريجينال انت وغاديها لدارك تخدم بها عام عامين ثلاث سنين تخدم بها ما غاديش تموت. الثمن ديال هذه كتبقى 149 درهم انت 149 درهم ديال الليمون داك الشيء اوريجينال اخويا شوف داك الشيء ناضي راه كاين الكوند تاع الاخوان 129 درهم. بالنسبه للاثمنه اخويا حسن كاين هذا راه فيه الاكسسوار ديالو هذا الشيء كامل عرفت واحد الثمن خيالي كيبقى فقط 300 درهم شوف 300 درهم حنا غنتعاونوا مع بنادم ويتعاون معنا في الاول يلاه بدينا 300 درهم الاخوان هذا كاين هذا اخويا هو هذا حسن تيرموس اخويا بلا بوطه بلا والو انت راه عندي البريز ديالو ها هو هو هذا ديال الضمان عندي البريز ديالو ما تخاف ما والو شي حاجه كاليتي ديال الشركه ديال التليفينكن هذا راه كيبقى بواحد الثمن شحال الثمن اخويا حسن 149 درهم 149 ما كاين لا 300 درهم لا 400 درهم بلايص اخرين كاينه هذه ديال الكفته والبصله والخضره كتحر بها كلشي هي هذه كارطونتها انت اخويا حسن انت كتحر بها الكفته كلشي الثمن ديال هذه اخويا حسن الكفته الثمن ديال هذه 200 درهم 200 درهم الثمن ديال هذه 200 درهم العصاره الثمن ديالها قلت لك 299 درهم كتبقى 299 هذه ديال الليمون كتبقى 149 درهم 49 هذه راه قلت لك هذه العصاره قلت لك 300 درهم هذه حتى هي 300 درهم وإلا نسينا شي حاجه المهم هذه 150 درهم هذيك 300 درهم هذا 150 درهم هذه 200 درهم هذا الشيء اللي كاين اخويا حسن و... جي 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 ان شاء الله ان شاء الله اللي كان شي حاجه راه كنجيبوها غنديروها الثمن ديالها ان شاء الله.